ويلا بينا على الحلقة 9 والقبل الأخيرة. انت ما جيتش تقابلني عشان تروح لسارة؟ بتقابلها في السر؟ والله ما حصل، قالت له رافي شافك وجي قال لي. بطل كذب وقرف بقى وهات التليفون ده، انا هكلمها واسألها ونشوف مين كذاب. قال لها انا اضطريت اوصلها المستشفى. ارتحتي؟ وبعدين اختها كانت معانا، ما كناش لوحدنا. قالت له مش مهم مين معاكو، المهم ان انت بتكذب عليا. ازاي تبقى عارف اني مستنياك وتروح لها هي؟ طب ما قلتليش ليه؟ قال لها خفت تزعلي مني، انا عارف ان الموضوع مش هيعجبك. قالت له لما مش هيعجبني بتعمله ليه؟ قال لها بقولك يا تاري، لو استمريتي تشكي فيا يبقى اكيد عمرك ما هتصدقي اني بساعد سارة عشان قلدي وصاني عليها. بعدها راحوا المستشفى واتضايقت اكتر لما شافت واحد قدامهم قاعد مهتم بمراته وحنين عليها، واول ما ندهوا على اسمها قامت ودخلت لوحدها من غيره، لكن بيان دخل وراها جري، والدكتورة طمنتها انها سليمة والحمل متأخر بس عشان محتاجين تقربوا من بعض شوية. ولما سألتها بعض الأسئلة المحرجة تاري اتكسفت تجاوب عليها وبيان هو اللي جاوب. ولما خلصت نزلت جري على عربيتها. قال لها يعني الدكتورة بتقولنا نقرب من بعض وانتي بتبعدي؟ قالت له مش هركب معاك. قال لها وانا اعتذرتلك كتير. قالت له وانا سامحتك لكن مش عايزة ابقى معاك. ونروح للشاب اللي ضحك على أخت بيان وبعد ما شربها حاجة وخطفها ليلة في الفندق وصورها مسك عليها الزلة وراح يتقدم لها وهي مش طايقاه، وطبعا كان هدفه فلوس أبوها وأنه يمسك له كل شركاته. ومامتها بتقول لها كينان انتي ما كنتيش عايزة تتجوزي بدري، ورد هو وقال لها أكيد يا طنط طبعا قبل ما تعرفني. لكن الأم دخلت وقالت لجوزها إنها مش مرتاحة للولد ده وحس إن في حاجة مش مظبوطة وبنتك مخبياها. والأب كان رأيه إن ده الشاب المثالي اللي ممكن يمسك شركاتي مادام بيان ابنك مش عايز. ونروح لإمي اللي بتوري تاري طقم الخطوبة. قالت لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ إمي قالت لها كلكم غيرانين عشان انا احلى منكم صح؟ المهم ما تتوهيش، قوليلي مالك برضو زعلانة منه عشان بيكذب؟ تاري قالت لها بيحاول يقنعني ان كل اللي بيعمله صح وانا شايفة كله غلط. قالت لها خلي بالك الزعل الطويل بين الزوجين مش كويس، وابليس كله هدفه انه يفرق بين اي اتنين متجوزين. تاري قالت لها بصوا عروستنا العقلة بتقول ايه. قالت لها بمناسبة الفرح صحيح انت عليكي البوفيه كله وطبعا هتحطي لي الهدية بتاعتي في ظرف. تاري قالت لها ايه كل ده، هو اخرك 50,000. قالت لها 50 ايه، 250,000 يتحطوا في ظرف. اقولك خديهم من بيان هو يستاهل، هستناكي ها، باي باي. وبيان الصبح نزل يشرب قهوته مع تاري، واول ما قعد جنبها سابته وقامت وهي ماشية جالها مغص جامد وخبت عليه وما عرفتوش انها تعبانة. واخت بيان قاعدة مقهورة وبتفتكر اللي اتعمل فيها لما خدها وصورها، وباباها قطع حبل افكارها وقال لها في ضيفة عايزاكي برا. خرجت لقيت بنت بتقول لها انا ضحية كارلي زيك بالظبط وصورني زي ما صورك، ده مجرم محترف وعمل كده مع بنات كتير غيرنا، احنا لازم نتفق ونوقفه عند حد ونبلغ عنه وهنجيب الفيديوهات اللي صورها لنا. ونروح لبيان اللي سمع مراته بتتكلم في التليفون اتسحب واتصنت عليها ولقاها غرقانة في شبر مية وبتقول لصاحبتها انها محتاجة عامل كهربا يشوف لها التكييف. ونروح لكينان اخت بيان اللي قابلت البنت بره وسألتها انت متأكدة انه محتفظ بالفيديوهات في شقته؟ قالت لها انا شفته بيحفظ كل بياناته على الهارد بتاعه، هناخده من الشقة اول ما يخرج ونسلمه للشرطة على طول. اما امي اخدت تاري اكلتها وبتقولها لازم تخلي بالك من نفسك. تاري قالت لها المهم دلوقتي التكييف، هنعمل ايه في الافتتاح لو ما اشتغلش؟ سمعت بيان بيقول السلام عليكم يا سكر. ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ دخل وقال لها حد عنده مشاكل في الكهرباء هنا؟ يا اخي نشفت ريقنا. ايوه كده حسسنا انك موجود. ونروح لكينان اللي اول ما شافت كارلي خارج من بيته مع اصحابه اكتشفت ان صاحبه هو اللي كان عامل ويتر وحط لها المخدر في العصير. قالت لها لا دي عصابة بقى انا لازم اسجنهم. وبيان صلح لتاري التكييف وشغله لها، وبعد ما العمال مشي وقال لها سامحتيني بقى هاكل من ايدك تاني امتى؟ اكل الشارع وجعلي بطني. قالت له هفكر. قال لها الاكلة اللي بحبها مخصوص عشانك، وخدها في حضنه. وامي قالت لهم مش مصدقاكوا على فكرة، قالوا لها انت غيرانة مننا، روحي اتجوزي بسرعة وبطلي حسد. بعدها بيان قال لي تاري تصليح التكييف بتاعك فلسني، كل الفلوس دفعتها للعمال وغديتهم. قالت له عشان ما تبقاش تزعلني تاني، انت هتيجي الافتتاح بالليل اوعى ما تجيش. قال لها ما اقدرش اتاخر عليكي، خدي بقى ريموت التكييف ده واوعي حد يبوظه تاني، دافعين فيه دم قلبنا. ويا دوبك الراجل سابها وراح على شغله لقى الحيزبونه مستنياه وفضلت تتسهوك عليه.
وتقول له قال دي مات وسابني. قال لها طب اهدي طيب يا ساره، تعالي نتكلم جوه، ما ينفعش نقف هنا. ولما قعدوا قالت له انا عمري ما حبيت قلدي. قال لها واتنيلتي اتجوزتي ليه؟ انا مالي؟ قالت له مش عارفه انساك يا بيان، انا لسه بحبك، حاولت احبه ومعرفتش، بس اتجوزتيه. قالت له ما كنتش عارفه ابقى زوجه صالحه ليه. وافتكرت لما يوم الحادثه طلبت من قلدي يطلقها، وقال لها عشان كده بتاخدي حبوب منع الحمل دي؟ مش عايزه مني اطفال تربطك بيا صح؟ قالت له انت بتفتش في حاجتي. والخناقه كبرت وهي سايقه، وعملوا حادثه وموتت الراجل. وطبعا ده كله وهي بتحكي وقاعده تعيط، وبيان بيحاول يهديها، لو ما كنتش قلت له نتطلق ما كناش اتخانقنا وما كانش مات. بيان قال لها ده قدره، ومحدش بيموت قبل ميعاده، وما دام اتجوزتي ابن عمي فانت دلوقتي من عيلتي، لو احتاجتي حاجه في يوم هتلاقيني موجود، ما تستنيش مني اكتر من كده. قالت له اه، النهارده افتتاح مشروع مراتك مش كده؟ عرفتي منين؟ من صفحه الانستجرام بتاعها. هو ينفع اجي؟ قال لها تعالي، اصلا يعني العيله كلها هتيجي، ابقي تعالي معاهم. وفي نفس اللحظه كنان اخته لقيت الهارد في شقه كارلي، وخرجوا على اخر لحظه قبل ما هو يدخل الشقه، وركبوا العربيه وقالت للبنت خلي الهارد معاكي وتاكدي من الفيديوهات، وهقابلك الصبح ونروح الشرطه نبلغ عنه، عشان النهارده بالليل عندي افتتاح مشروع مرات اخويا. واللي ما يعرفوهوش انه كان حاطط كاميرات تانيه بتصورهم وهم بيسرقوا شقته. ونروح لتيري اللي حبت تفاجئ بيان بالغدا اللي بيحبه، وراحت له على شغله، ومن حظه النحس شافته بيركب ساره العربيه تاني، راحت راميه الاكل في الزباله وماشيه. وهو خلص شغله وراح الافتتاح بالليل، لقى الكل موجود ما عدا تيري، ولما سال عمها قال له دي راحت تودي لك الغدا، وبيان تنح وفهم انها شافتهم. وفجاه تيري وصلت وشكلها كان تعبان جدا، وبيان مستني رد فعلها وقلقان منها. جه قرب لها بعدت عنه، جري وراها وقال لها بما انك جيتي شغلي يبقى شفتي ساره، وطبعا زعلانه، والله الموضوع مش زي ما انت فاكره. قالت له انا مش عارفه اعيش، اتخنقت منك، كل شويه تحرق دمي، ما بلحقش افرح معاك. قال لها طب نتكلم في البيت، النهارده افتتاح مشروعك اللي حلمتي بيه، كلهم يا تاري مستنيينك بره، بلاش تبوظي حفلتك ها عشان خاطري، انت ما بيهمكش زعلي عشان عارف اني هسامحك في الاخر. يا بيان محدش بيفضل مستحمل طول العمر. وهي خارجه لقيت ساره في وشها، مبروك يا تاري مشروعك الجديد. وتاري طبت من طولها وقع في وسطهم. وكارلي بعت لكنان الفيديو وهم بيسرقوا شقته، وبعت للبنت التانية فيديو إباحي ليها معاه، وقال لها ده بقى هيبقى ترند، فضيحة عارضة الأزياء المشهورة. والبنت يعني ما استحملتش الفضيحة وقامت شنقت نفسها. وطبعا بيان خد مراته جري على المستشفى، واكتشفوا انها حامل لكن الحمل خارج الرحم، والدكتورة قالت لازم عملية إجهاض فورا. وتاري بتدخل أوضة العمليات وهي بتعيط، مقهورة على البيبي اللي عاشت عمرها تتمناه، وأول ما جيها تضطر تجهضه بنفسها. وبس خلاص، لو وصلت معي لحد هنا قولي إيه رأيك في كومنت. والحلقة العاشرة والأخيرة هتلاقيها قدامك على الشاشة.